برعاية رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد عبد الجبار الكريم، أقامت جمعية الأمل العراقية ندوة حوارية تناولت احتياجات النساء في مخيمات النزوح في المحافظة في الجوانب الصحية والإدارية والأمنية والقانونية والتربوية. وأكد الكريم حرص المجلس على متابعة شؤون المخيمات بشكل دائم رغم التعقيدات الكبيرة التي تواجه حكومة المحافظة بهذا الخصوص بسبب تأخر إعادة الكثير من العوائل النازحة إلى مناطق سكنها، مشددا على أن شعب محافظة صلاح الدين حريص اليوم على أمن واستقرار مدنه ولن يسمح بتكرار ما حدث عام 2014، ولا مكان لعوائل الدواعش ومن والاهم بين العوائل الآمنة إلا بعد إعلانهم البراءة من تلك الفئة الضالة. وأضاف الكريم أن ضبط الأمن والاستقرار في المحافظة لن يكون فعالا إلا بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية وملاحقة شراذم داعش والقضاء عليهم، مؤكدا المباشرة بغلق مخيم الشهامة ونقل من فيه إلى مخيم آخر ومتابعة ملف الانتهاكات الحاصلة وتقديم المتسببين بها للقضاء لضمان عدم تكرارها مستقبلا.